متري، سني 68 سنة. وأيام ظهور العذراء كنت صغيرة وباجي ماشي من بيتي لحد هنا وشفتها على القبة الوسطانية كبيرة، شفتها بخور الأول كده وبعدين هي ظهرت ماسكة التوب بتاعها كده وبقت تمشي على القبة، وشفتها على الشجرة كمان كانت نور فوسفوري وكانت بتحيينا وهي على فرع الشجرة، وكان فرع الشجرة يميل بقى بيها كده.